النقطة الرابعة أن المفروض أن يكون الطبيب الصيدلي وأضرابهم على مستوى المسؤولية في التعاون مع المريض على كل المستويات وخاصة مستويان مهمان جدا بحيث يكون التقصير بهما جريمة أو بمنزلة الجريمة. وليس من الممكن أن نتصور أن يكون الطبيب مجرما أو أن نتصور أن يكون طبقة من الأطباء أو ذوي العمل الطبي مجرمين في المجتمع أو سراق أو قتلة. ليس من الممكن أن نتصور ذلك. وذينك المستويان هما المستوى الأول المستوى الديني، بمعنى ضرورة التزام هؤلاء كغيرهم بإنجاز الواجبات الشرعية والاجتناب عن المحرمات الشرعية، ولا نطالبهم الآن أكثر من ذلك، فإنهم إن أنجزوا ذلك فقد برئت ذممهم أمام الله تعالى بكل تأكيد، وإنهم زين حبيبي وليس إلي ولا للحوزة العلمية. إلا أن الأمر عندهم، لاحظوا، إلا أن الأمر عندهم كأنه يختلف كثيرا، من حيث أن الأسلوب العام عندهم أو عند أكثرهم، ولا أقول كلهم، بعضهم طيب جدا جزاه الله خير، إن الأسلوب العام عندهم أو عند أكثرهم هو تناسي الشريعة وإهمال الدين، مضافا إلى أن تعليمهم، لاحظوا، مضافا إلى أن تعليمهم الأساسي قائم على ذلك بكل تأكيد، قائم على إهمال الدين، فإنه ناتج من قبل اختصاصيين كفار ودنيويين فارغين من الدين بالمرة، فهم لا يلتفتون إلى أديانهم فضلا عن شريعة الإسلام، ويبنون كل علومهم وتصرفاتهم على ذلك، فيسري بطبيعة الحال هذا الاتجاه إلى كل من تعلم لديهم أو أخذ علما منهم أو صدعة، مضافا إلى جهة أخرى سنذكرها في نقطة تالية، وهي أن المشهور عند عوام المتشرعة، لاحظوا مع الأسف، أن المشهور عند عوام المتشرعة هو جواز تصرف الطبيب ونظره إلى ما لا يحل لغيره، وأنه يباح له كل شيء من هذه الناحية، حتى أنه وردني في استفتاء قبل مدة عن امرأة تراجع الطبيب، لاحظوا، عن امرأة تراجع الطبيب فيأمرها الطبيب، وإن كان ملطي لكنه أقوله، فيأمرها الطبيب بالتعري الكامل، فتقول، هي تسألني كأنما استفتاء، فتقول أنها تشعر عند التعري بالشعور الجنسي، فهل هذا الشعور حلال أو حرام؟ ونحن نعلم باليقين في الشريعة أن كل ذلك حرام، مجرد أن تطيع وتتعرى هي سوت حرام، سبحان الله، من ضروريات الدين والإنسانية، قلها. ونحن نعلم باليقين في الشريعة أن كل ذلك حرام، فإذا أمرها الطبيب بالتعري أو زيادة التكشف لم يجز لها ذلك وبقي عليها حراما، ولا يجب طاعته، بل يجب تحمل المرض مع الإمكان والصبر عليه إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، سبحان الله. المستوى الثاني، المستوى الأول المستوى الديني، المستوى الثاني المستوى الإنساني والشعور بالرحمة والشفقة على المريض، حتى لو وصل الأمر إلى تضحية الطبيب ببعض مصالحه في سبيل مصلحة المريض، في حين أن ما يحدث عند أكثرهم هو العكس، من حيث يعلم المرضى أو يجهلون، وما أسهل الغش لدى الطبيب والخداع في الأمور التي يجهلها الناس لأنها من اختصاص الطبيب نفسه طبعا. وأنا أعتقد أن المستوى الديني والإنساني خطان متوازيان لا يتقاطعان، فكل ما هو ديني هو إنساني، وكل ما هو إنساني هو ديني، سواء في مجال الطب أو غيره، ولا نريد من الجانب الإنساني جانب المصلحة الشخصية وسوء النفس الأمارة بالسوء، وإنما جانب اللطف والرحمة من ناحية، كما ورد لكل كبد حرى أجر، وجانب العدل والتصرف العادل والملتزم أو الملتزم به، كما قال تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى.